رشيد الإدريسي اليوم مرتديا الكوفية، شنو ممكن تقول على تضامنك مع الشعب الفلسطيني؟ شوف وهو ماشي اللي يكون بغيت يكون لانه بزاف ديال الناس كيقول لك وي كيركبوا على الموجه، كنا نركب على الموجه ركب على 3 ايام 4 ايام سيمانه شهر راه اكثر من عام. دابا حنا اليوم 16 اكتوبر راه اكثر من عام. هذوك الناس كيضربوا على واحد الحاجه اللي هي حقهم بلادهم عباد الله. سي بحال ولا انت يا داخل عندك واحد مستعمرك وانت نتايا كتقاتل بجميع الوسائل المتاحه لك باش تحرر بلادك من حقهم، وكنشوفوا اليوم انه العالم مجموع كيف كنقول انا العالم يستفيق بلاد الناس كتفيق. وهاد شوف سي فري كو كنشوفوا اليوم اكثر من 44 الف تقريبا ديال الناس اللي مات، عدد الجرحى قرب ل 100 الف. وملي كنتكلموا على الجرحى راه ماشي مجروح جرحى صغيره ولا راه مساكن الناس مقطوع عليهم رجليهم مقطوع عليهم يديهم عاهات مستديمه وزيد 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 غير انسانيا بلا ما تكون لا مسلم لا مسيحي نقولوا اسيدي انت اعطي ما كتامنش كاع، ولكن غير انسانيا انت هاد الحال خصك توقف معاهم. وعندي واحد النداء الى يمكن ليا من خلالكم جميع الفنانه وجميع المؤثرين، راه مساله انسانيه بطاط ما غادي بطاط الله على ما غادي يتم واحد شي شويه الحجب. انا عرفت شنو داير ليا، كنت مطالع كتبان لي 430 فاتها وكنعاود نهبط ونعاود نطلع ونعاود نهبط، وكيحجبوا المحتوى وكيحجبوا بزاف ديال الحوايج. ولكن شنو هاد انستغرام كاع زعما ولا مشى لك؟ شنو زعما تموت؟ دونك نتحركوا واحد شويه واحد النداء بصراحه بغيت من القلب بغيت ندوزوا لخوتي الفنانه وخوتي المؤثرين، هضروا اكثر عفاكم على فلسطين، هضروا اكثر على غزه، هضروا اكثر على لبنان. وراه ما خفيك انا اعظم، راه ملي كنقولوا انه راه كاين مخطط راهما عارفين ومخططين ليه وقاعدين كيطبقوه، العالم ساكت ومريح وما كيقول والو. وإلا ما كانش الفنان ولا المؤثر هو صوت الشعب، شكون اللي غادي يكون؟ سي دونك فوالا، شكرا على السؤال ديالك. وي تضامني معاهم فري بالستاين، وان شاء الله هذه الارض غادي تتحرر وغادي يرجع ليها الاهل ديالها بغى اللي بغى وكره اللي كره. شفنا كذلك الاحداث في لبنان، وشفنا بعض الفنانين اللي لغاو الحفلات ديالهم بسبب هذه الاحداث، شنو واش انت مع ولا ضد؟ طبعا مع. انا نقول لك واحد الحاجه، شوف كاع كنا عندنا القوت اليومي ديالنا هذه هي خدمتنا بلوز اوموا. انا مثلا كمنشط انا كيتعرض عليا باش ننشط مهرجانات ننشط حفلات، شنو غادي نقول لا باش نحبس القوت اليوم ديالي؟ هادشي باش كنعيش. ولكن واحد ساعة وثاني ما خصناش نكثروا بزاف، واحد شوية سميتو خصوصا اللبنانيين، لأنه علاش راه كان واحد اللبناني اللي كان نورمالمون كان خصو يكون هنا في واحد المهرجان في مدينة الدار البيضاء، ولكن ما كانش يمكن ليه. أولا الأحداث اللي واقعه في لبنان، ثانيا ما عندوش كيدير يتحرك من لبنان، راه ما كاين لا طيران لا والو، الناس محبوسة في بلادها، حصار على لبنان حصار. دونك حاجة طبيعية أننا انا اللي كنقول هو انا في هذه المسائل الفنيه نحاولوا اننا نقصوا واحد شويش حاجه اللي يمكن لي نديرها وسوء الحظ، وهذه لاحظتها حتى في راسي انا وتا انا قصرت فيها واحد شويش في التنشيط ديالي ديال بزاف ديال الحوايج، ولكن ما كنبغيش نخلط ما هو مهني مع ما هو شخصي. سي ما كنهضروش في لي سين ديالنا وفي الخشبات ديالنا ما كنهضروش كاع على فلسطين. وكتشوف اليوم انه اوروبيين منين كيطلع ليكرون كامل من وراه كتولي الرايه ديال فلسطين وكتكتب فري بالستاين، الناس ما خي بركه من الخوف بركه من خافوا انه غادي يمشي تمشي لينا خدمه. الا ما مرزقكش راه غادي تمشي بغيتي ولا كرهتي، تكون متضامن ولا ما تكونش متضامن، ولا مرزقك راه غادي تجي لك من بين واحد شويه ديال حرام. لانه هذا الخذلان هذا اللي كنشوفوا اليوم ديال العالم مجموع ماشي ديال الدول العربيه، ومساكن الغزاويين راه بغاو يتسطاو. وحنا شفنا المحرقه الاخرانيه، وشوف لينا كنشوفوا بنادم حي كيتحرق قدامك حي وانت ما قد دير والو، لانه انت شعب كتسمع الحكومه ديالك وكتسمع الدوله ديالك عار. وكنظن انه كتكتب في هذه اللحظه هذه واحد الصفحه تاريخيه اللي هي لا تشرفنا ابدا. رشيد الإدريسي، شنو تعليقك على إقصاء الفنان الجزائري شاب بلال من مهرجانات بسبب نقدروا نقولوا إساءته الجنسية المغربية واستهزاء بها؟ أنا مشكلة بلال كنعرفوا وكنعرفوا أنه إنسان ظريف وشخص تبارك الله عليه خالق، وهذا مشكلته في هذاك اللقاء أنه ما كانش لابق. كاع شوف
كاع كنبغيو نقولوا حوايج ولكن كتندغها سبعات المرات وكتدورها في لسانك باش كتخرج، ماشي باش كتخرجها كجواب دبلوماسي ولكن باش كتخرج جواب اللي ما كتجرحش من خلاله الاخر. وانت ملي كتولي كتقولي اش ندير بها؟ ما كاين حتى شي مشكل. واش غادي دير تجي دير في بلادها؟ ما بغيتيش الجنسيه ديال واحد البلاد ما عندك ما دير بها، وبغيتي تجي تغني تصور في ليسات فهاد ما نكونوش عاوتاني متناقضين. الا الانسان غادي يكون غادي في واحد الخط، انا ما عندي ما ندير بالجنسيه المغربيه وما جيش المغرب. الا معول انك تجي المغرب حاول ان الاجوبه ديالك تكون زوينه ما تكونش مستفزه. علاش حنا فاش كيجي عندنا شي فنان جزائري كنرحبوا به وما كنخليهم نديروا عليه؟ حنا راه خصنا اللي يعصينا. حنا بهاد الظرافات ديالنا والله الا خصنا اللي يعصينا، حيت ظريفين مع كلشي. وبنادم كيديرها فيك النوبه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وتسمح ليه. خصنا نحبسوا واحد شي شويه هاد الظرافه الزايده والله، باسكو ملي كتكون ظريف بزاف كيطلعوا لك فوق دارك، كيتسحبهم انه راه انت ضعيف اولا هذا. نو قلتي واحد التصريح تحمل المسؤوليه ديالك. واش الشاب خالد ملي كيجي للمغرب عمر شي واحد قال لي شي حاجه؟ ولكن دائما في الاستجوابات ديالو كتسمع كيتكلم على صاحب الجلاله بحالنا، كيقول سيدنا هذا خالد. وكان واحد شويه ديال يا اما انك معترف بهذه البلاد ومعترف بالصحراء ديالها جي مرحبا بك، غاتبدا تلعب مع هذاك اللعب الخاوي ديال سميتو بلاش ريح بلادك. وسي سامبل كو سا، زعما ما كنتنش انني قلت شي حاجه الله اعلم اللي مع محبتي ليه والجمهور المغربي كيبغي هذاك السيد. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع